السلام عليكم. الاغلبيه ديالنا اليوم كيسمعوا الناس بزاف كيدويو على الروتين اليومي والفضائح اللي كيديروا، ولكن راه خصكم تعرفوا الارباح اللي كيدخلوها الناس والفلوس الخياليه اللي كيربحوا. ورغم ان السلطات كتاخذ بعض الاجراءات في حق هاد الابطال ديال التفاهه، الا ان هاد القنوات ديال الروتين اليومي كيتزادوا منهم العشرات بشكل يومي في اليوتيوب، وبسبب الدخل اللي كيوفروا لهم مثلا يوتيوب، ولات المراه دير اي حاجه مقابل الفلوس، والراجل كيتنازع على المبادئ ديالو كاملين وعلى الرجوله ديالو كامله وعلى الدين والقيم مقابل ان مرته ولا بنته تظهر بواحد المشهد مخل بالحياه ويشد هو الفلوس. والمداخل اللي كيدخلوها الناس من يوتيوب كتراوح ما بين 3 ديال المليون حتى 10 ديال المليون في الشهر. اي سيدي، ناهيك على بعض التطبيقات اللي كيكونوا فيهم كوارث اخرى اللي جينا ندويو عليهم خاصهم حلقات بوحدهم، كندويو حنا غير على اليوتيوب بوحدو كيدخلوا منه هاد الارباح كامل بلا اشهارات بلا والو. وكتلقى المره دابا كتقول صاحبتها ونوضي شوي فلانة شحال دخلت من يوتيوب، نوضي خدمي على راسك. كيظنوا بانك الا شديتي تليفون وصورتي شي كارثه فانك راك تخدم على راسك، ولا قلتي لي علاش كدير هادشي كيقول لك قبح الله والفقر. وهذا الشيء اللي كيضرب الصوره ديال المراه المغربيه الشريفه العافيه. بالك شي فيديو هادف هي نتفرج فيه ونبارطاجي، بالك شي حاجه فيها الفضيحه حاول تهرب عليها وتبعد منه وتفرش فيها باش يوتيوب ما يطلعش. وزيد كذلك